وبركاته. يسعدني باسم المجموعة المتحدة أن أرحب بحضراتكم في هذا المحفل العلمي الذي نظمناه على عجل من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة استفتاء أو انتخابا. بالنظر إلى الظروف التي تمر بها مصر، يبدو أن الاستحقاق الديمقراطي سيكون طوق النجاة من أجل ضمان عملية الاستقرار والانتقال الهادئ إلى الديمقراطية، وهو أمر نسعى جميعا إلى تحقيقه في ظل أعلى درجات الانضباط ومحاولة تلافي المشكلات التي كانت دوما محل شكاية من المنظمات المدنية. في تقديرنا أن هذا المحفل العلمي الكريم سوف يخرج بعدد من التوصيات والإيضاحات والتعديلات على مشروع القانون، سوف ترفع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية وإلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وإلى السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية للاستفادة بها فيما لو على النحو الذي سوف تنتهي إليه المناقشات والتي تدور الآن حول تعديل خارطة الطريق أو إبقائها كما هي. لن أطيل عليكم لأن معالي الأستاذ المستشار وزير الدولة وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرتبط نتيجة الظروف الحالية، فسوف يلقي كلمة الافتتاح ثم ينسحب، وعدد من أفراد طاقمه لاجتماعات عاجلة دعوا إليها بمناسبة ما حدث بالأمس، لذلك سوف أختصر. لكنني أريد أن أنهي هذه المقدمة بموضوع أساسي. لن نستطيع أن نحارب الإرهاب إلا في إطار مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويدافع عنها ويلزم الشرطة بأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون. أيضا لن نستطيع أن نحارب الإرهاب إلا إذا وفرنا للجهاز الشرطي ما يحتاجه من مال وعتاد وتكنولوجيا متقدمة ورجال مدربين، باعتبار أن الأمن هو الضمانة الأولى لاحترام حقوق الإنسان. ولكننا في الوقت نفسه لن نستطيع أن نضمن الأمن واحترام حقوق الإنسان إلا في إطار مجتمع ديمقراطي تكون فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات عنوان للنزاهة وضامنة للكشف عما تريده الجماهير في حكومتها المقبلة. شكرا مرة أخرى لحضوركم في هذا الوقت الضيق، حيث أن الدعوة كان الوقت ضيق جدا. شكرا، ألف شكر للسيد الأستاذ المستشار أمين المهدي الذي يعتبر ربما واحد من أكثر الوزراء دعما للمجتمع المدني واستماعا إليه، ربما بحكم خلفيته كقاضي، ربما بحكم خلفيته كناشط حقوقي وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان وقاضي دولي أيضا. هذه الخلفيات كلها جعلت من المستشار أمين المهدي في الحقيقة يعني قبلة لكل النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني يتعاونون معه ويتعاون معهم، يستمعون له ويستمع إليهم ويصلون في النهاية إلى أمر مشترك لخدمة هذه البلاد. السيدات والسادة، شكرا مرة أخرى لحضوركم. سيادة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تفضل. أما بعد، فقد قال الأخ الكريم والناشط الكبير نجاد بيه فورا أنه يتعين علينا أن نواجه الإرهاب. في البدء يجب علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فالإرهاب إرهاب، ولا يمكن أن يكون النضال السياسي عن طريق سفك دماء مصرية. فكما قلت، إن الدم المصري محرم، محرم دينيا ومحرم دنيويا أيضا. المهم، أرجو المعذرة مرة أخرى، إنما عودة إلى ما نحن مقبلون عليه من استحقاقات نيابية ستتحقق بإذن الله على خطى خارطة مستقبل نلتزم بها جميعا، وأرى وقد ترون معي أنها طوق النجاة لهذا المجتمع
نحو مستقبل نرجوه جميعا، مستقبل مزدهر تتحقق فيه الآمال، وبدءا بالاستقرار وصولا إلى الازدهار. إذا كان العنوان هذا المنتدى هو عن نزاهة أو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فأود في لقطات بسيطة أن أنقل إلى سيادتكم مفهومي للنزاهة، لأنه مصطلح قد يلتبس على الكثيرين. ما المقصود بالنزاهة؟ كلنا يعلم أن التاريخ السياسي المصري كان حافلاً بتدخلات في العملية الانتخابية، مسخت من العملية الانتخابية وأفرزت كيانات نيابية ليس لها من الكيان النيابي إلا الاسم، وإنما انعدم الجوهر نتيجة عدم توافر نزاهة العملية الانتخابية. إنما نحن الآن أمام ظاهرة جديدة، لسنا أمام ظاهرة تدخل سلطة في مسخ إرادة الشعب، وإنما نتكلم أوسع من هذا وأبعد من هذا إلى تدخلات قوى معينة أو أفراد معينين بالترغيب والترهيب لمسخ إرادة الناخبين الحقيقيين. هنا وجه الخطورة. فإذا كانت التشريعات تضع الأطر العامة لمسلك الأفراد، فإن على الأفراد أيضا الواجب على لحماية إرادتهم وحماية صحة وصدق التعبير عن هذه الإرادة. أوضح في كلمات بسيطة أن التشريعات مهما أحكمت صياغتها، ومهما وأنا عندي هنا هو أمامي يعني رمز من رموز التشريع في مصر هو الدكتور عمر الشريف، وإنما يعني لعله يتفق معي في أن المفروض أنه ليس بالتشريع فقط يمكن أن نحقق الأهداف، وإنما يتعين أيضا أن نساهم جميعا في تحقيق الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه. فإذا كان عندنا لجنة قومية أو لجنة انتخابية، لجنة عليا للانتخابات هي التي تشرف عليها بحكم نص الإعلان الدستوري، سيكون هيئة وطنية بإذن الله تعالى عند إقرار الدستور، وإنما يلزم أيضا بالتوازي وتدعيما وتأييدا لعمل أي لجنة من اللجان مهما أحكمت صياغة اختصاصاتها، يلزمنا عوامل مساعدة. هناك عامل الإشراف القضائي، هناك عامل هام جدا وهو العيون المجتمع المدني المتمثلة في المنظمات النشطة والحمد لله في المجتمع المصري، والتي تكسب كل يوم بأكثر من اليوم السابق مصداقية في العمل. فوق كل هذا وذاك أرى، وده يمكن لنا يعني أصعب عنصر في المعادلة، هو أن المواطن عليه واجب. المواطن يجب أن يكون شاهدا ومتابعا ورقيبا على صحة التعبير عن الإرادة الشعبية التي هي في الأول وفي الآخر عنوان لمفهوم كلنا نعمل من أجله وهو سيادة الشعب. لا يمكن أن نقول حقيقة وصدقا أن الشعب هو السيد إلا إذا كان التعبير عن إرادته هو تعبير يخلو من أي ضغوط بالترهيب أو الترغيب، وإنما يجب أن يكون التعبير صادقا حتى يكون التعبير صحيحا. وبالتالي مهمتنا أعتقد أنها بالغة الخطورة وبالغة الحساسية، وهي أنه إلى جانب إحكام الصياغات التشريعية وتأييد
تواجد القضاة المشرفين على العملية وأيضا العيون المجتمع المدني المتمثلة في المنظمات المدنية، يتعين علينا أن نبذل جهدا في سبيل أن يدرك المواطن العادي والناخب العادي قيمة الصوت الذي يدلي به، وأن الصوت أمانة، ويتعين على صاحب الأمانة أن يؤديها كما يجب أن تكون. وأهم عناصر الرضاء المجتمعي بناء الثقة من خلال الحوار المجتمعي في النظام الانتخابي وسلامة إجراءات الانتخاب. كما قلت، تبدأ أي انتخابات بتحديد هيئة الناخبين، وهيئة الناخبين هم مجموعة المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواته. إيه هي قاعدة بيانات الناخبين؟ هي سجل كبير يقيد فيه جميع من لهم حق التصويت بشكل دقيق. أوضاع المواطنين تتغير من وقت لآخر، البعض بيبلغ السن القانونية لممارسة حقوق سياسية، البعض الآخر يتوفاه الله، البعض يلحق به عارض من عوارض التي تمنعه من الإدلاء بحقوقه السياسية، مباشرة حقوقه السياسية، والبعض الآخر تزول عنه هذه الموانع. لذلك فقاعدة بيانات الناخبين ليست شيئا ثابتا، إنما هو شيء متحرك، وإنجاز التعبير نقول عليه دايناميك، يعني صاعد وهابط. في قواعد ومعايير دولية لبناء قاعدة بيانات الناخبين معروفة، هنذكرها وهنشوف هل هي هذه المعايير تنطبق على قاعدة بيانات الناخبين المصرية ولا لا. أنا كان ليا شرف الاشتراك في الأمانة الفنية للجنة الانتخابات الرئاسية، وكنت أحد المسؤولين عن تحديث قاعدة بيانات الناخبين. في لجنة الانتخابات الرئاسية كل الانتخابات كانت فوق السطح ما عدا قاعدة بيانات الناخبين، كل حاجة كانت علانية وكل حاجة كانت ممكن الاطلاع عليها ما عدا قاعدة بيانات الناخبين. لهذا فقاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية أكثر شيء وجهت له انتقادات، وكانت يعني كلها على غير الحقيقة ولم تصادف الواقع الحقيقي. طيب، إيه هي المعايير الدولية لبناء قاعدة بيانات ناخبين سليمة؟ المعيار الأولاني الشمول، يجب أن تشمل القاعدة جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت. 2، الدقة، أي لا تتكرر أسماء الناخبين. الاستمرارية، أن يتم تحديثها بشكل مستمر. والشفافية، إنها تبقى متاحة ومعلنة ويمكن إبداء الرأي في شأنها. النظم المقارنة في تسجيل الناخبين بتتبع 3 أنظمة، إما Self-Active Voter Registration اللي هو التسجيل الاختياري للناخبين عن طريق المواطنين أنفسهم، أو State Initiative Voter Registration أو التسجيل عن طريق الدولة بمبادرة من الدولة، أو نظام مختلط بين هذا وذاك. والنظام الأنجح من وجهة نظرنا هو نظام التسجيل الإجباري التلقائي، مع إعطاء حق الناخبين للرقابة في الإضافة والتعديل. يجب دوما أن نربط بين قاعدة بيانات الناخبين وضرورات حماية الخصوصية، لأن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن معلومات عن المواطنين لا يصح أن تقع في يد من ليس له صفر. السؤال المطروح، هل قاعدة بيانات الناخبين المصرية توافق هذه المعايير الدولية ولا لا؟ من وجهة نظري نعم توافقها، وبامتياز أيضا، للأسباب الآتية. أولا، التسجيل في القاعدة تلقائي بنص القانون وبنص الدستور لكل من بلغ السن القانونية، ولا يخرج من هذه القاعدة إلا من تنطبق عليه الشروط القانونية وبدليل قطعي، وعند الشك
يفسر الشك لصالح الإبقاء في القاعدة. بالنسبة للاستمرارية، القانون ذكر أنه يجب أن تعدل القاعدة شهرياً في الأسبوع الأول من كل شهر عن طريق لجنة متخصصة يرأسها قاضي في نطاق الدائرة الابتدائية في كل محافظة. فيما يتعلق بالدقة، فقاعدة بيانات الناخبين المصرية معتمدة على الرقم القومي، وهو رقم تعريفي مكون من 14 رقم، كل مجموعة من الأرقام لها دلالة ويستحيل تكراره ويستحيل تزويره إلا يعني بتواطؤ عدة جهات، وده صعب أو إن هو يعني يتحقق. كما ذكرت، القانون ألزم بالتحديث المستمر للقاعدة في الأسبوع الأول من كل شهر، ولكن توجد صعوبات في البيئة المصرية لأن الرقم القومي ليس معمماً في جميع المعاملات. فيما يتعلق بعنصر الشفافية، فالمتعارف عليه دولياً أن القاعدة يجب أن تنشر، يجب أن يكون هناك إمكانية للتعليق عليها، يجب أن يكون هناك إمكانية للاعتراض عليها. طيب، ده متحقق في قاعدة البيانات المصرية؟ نعم، قاعدة البيانات المصرية ألزم القانون أن يتم عرضها على الجمهور. أجاز القانون لكل من لم يجد اسمه أو وجد اسما لا يستحق أن يدرج له أو لغيره أن يعترض أمام اللجنة، وقرار اللجنة في هذا الخصوص يصدر على وجه السرعة ويطعن عليه أمام المحكمة المختصة، أي أن جميع الإجراءات تحت رقابة قضائية كاملة.